يعطيك العافية عماد. في أكم من خلطة إحنا بنقدر نستعملهم من البيت من المطبخ، اللي فيش حاجة لنروح على صيدلية وبخدش معنا وقت لتحضيرهم. أول إشي روب الخروب الطبيعي، نقدر نطحن حبة البركة ونخلطه مع بعض، زرف الصبح زرف المغرب، بعملك أحلى مناعة في الجسم، بقوي جهاز المناعة وبقوي كمان جهاز الهضمي. كمان في عنا بذر الكتان، بذر الكتان هو معروف عنه انه هو نمرة واحد من ناحية انه يقوي المناعة. وعنا الارتيشوك بقدر يسلقوه ويشربوا ميته، كمان بقوي المناعة في الجسم. عنا الكركم، احنا كثير بنشوف السفاية الفترة حساسية واحمرار في الجلد وتعطيس ونزل. الكركم زرف الصبح زرف المغرب، كركم مطحون على كوباية مي فاترة، كمان بتغني عن كل الأمراض وبتقوي جهاز المناعة. وأكيد لا غنى عن الأكل الصحي، الشوربة اللي هي بتدفي الجسم في الشتاء، شوربة الخضرة اللي كمان بتعطي فيتامينات، والفيتامينات هي بترجع من قوة بتقوي جهاز المناعة. يعني جميل جدا، طرق المناعة موجودة في كل بيت عربي، ولكن السؤال إذا حصل ومرض شخص معين هل هناك علاج للطب البديل؟ وهناك الكثير اليوم يفضلون الطب البديل على الطب اللي في عندنا خلطات أعشاب اللي هي صينية اللي هي بتساعد من جيل سنتين، من جيل سنتين ما ينفع يبلش يستعملوها، اللي هي بتساعد لإنها تطرد كل الأمراض، بقولوا لها أنتيبيوتيكا تبعيد. في عنا كمان الأوبر السين وكاسات الهواء الحجامة الإسلامية، كمان بتساعد إنه الإنسان ما يخدش أدوية لما يكون في مرض معين، التهاب حلق، نزل كل الوقت، هو كل أمراض الشتاء بتساعد كتير إنه تطرد أمراض الشتاء من الجسم. يعني ممكن إنه يوصل لعندك على العيادة مريض بس يعني كمان إنه هي بتقوي جهاز المناعة. وفي عنا كمان شمع الذنين اللي هو بيسحب كل الوسخ من الجيوب الأنفية ومن الحلق، وكمان هي بتقوي جهاز المناعة لأن هي طبيعية من الجسم للجسم.